سؤال رياض جراد، تفضل. نحب نتفاعل مع سي سمير في زوز نقاط. تفضل. اولا فيما يتعلق بوضع نور الدين البحيري وفتح البلدي في الاقامه الجبريه، كما نعلم جميعا سي سمير انه الاقامه الجبريه هو بمقتضى الامر تاع 78 وهو اجراء اداري واحترازي معمول به من قبل. وين نحب نذكرك هنا ونذكر التوانسة انه راهو هذا الاجراء تم اعتماده من قبل حكومه السيد يوسف الشاد في 2017 بين الحمله اللي اطلقها على الفساد وحركه النهضه، وهذا موثق ببيان. كانت حركه النهضه مسانده للاقامات الجبريه اللي صارت فيما عرف بحمله مكافحه الفساد اللي شمل شفيق الجرايه ومجموعه اخرى من الاشخاص. معناتها انت طرحت سؤال سي سمير تقول انه تم وضع هذين الشخصين وما عرفناش علاش ترفعت الإقامة الجبرية، معناتها ما عرفناش علاش تحطوا في الإقامة الجبرية وما عرفناش علاش ترفعت الإقامة الجبرية. وفي هذا في اعتقادي معناتها مغالطة وتحامل على السيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين. يعني باش نقول لك علاش، لأنه السيد وزير الداخلية في الندوة الصحفية وقتها شنو قال هو؟ تحدث أعطى تقريبا ملامح على الملف وعلى أسباب وضع هذين الشخصين في الإقامة الجبرية بأنه فما شبهة إرهابية متعلقة بتدليس وبيع جوازات سفر، وقال حتى أنه في قادم الأيام باش يكشف على أمور أخرى. كما تعلم وكما نعلم أنه بما أنه الأمر 78 الإقامة الجبرية هذه هو إجراء إداري واحترازي، ارتأت وزارة الداخلية في ذلك التاريخ أنها ترفع الإقامة الجبرية. لأنه نحب نذكرك بحاجة، وزير الداخلية أيضا في تلك الندوة الصحفية تحدث على أنه فما معطيات تخص الملف قد تسربت، مما قد يشكل تهديد للأمن العام من قبل نور الدين البحيري وفتح البلدي. تسربت منين؟ من القضاء ولا من الداخلية؟ الله أعلم كيك. أما قالش الله وزير. أعلم، ما قالش وقتها وزير الداخلية، لكن تحدث على أنه فما معطيات تسربت مما كان يقتضي أنه زوزة ذوم يتحطوا في الإقامة الجبرية لأنهم كانوا يهدوا الأمن العام أو الأمن القومي. هو ارتأى هذاك، علاش احنا نقولوا إجراء إداري؟ تولق القضاء يتكفل بالموضوع. النقطة الثانية في علاقة بأيضا إيقاف عبد الرزاق الكيلين. سامحني رياض، خلي يجاوبك بالنقطة بالنقطة لو تسمح. يلا النقطة الأولى فيما بدي واضح، ما ينطبق على البحيري وعلى فتح البلدي هو اللي ينطبق على أنور معروف وعلى شو اسمه شوقي الطبيب وغيرهم. ليه سامح حتى يعني. حد ما يعرف علاش تحطوا تحت الإقامة الجبرية وكانوا يمثلون خطر على الأمن العام، وكيفاش توا معش يمثلوا خطر على الأمن العام؟ وسيادتك تحكي لحظة فقط، وسيادتك تحكي على موضوع الجوازات والجنسية ودرشني، قال راهو ثم تباطؤ ومماطله من القضاء، وهذاك علاش نحن اتخذنا الاجراء هذا. ردت عليه معطيات على الملف. لا لا لا، قال ثم مماطله، وهذاك علاش ردت تسريب معطيات من الملف. وهذاك علاش ردت النيابه العموميه من غدوه وقالت ما ثماش مماطله، وهذا مش صحيح. السؤال هو وقت اللي يبقى في داره، مش بعد 67 يوم من الاحتجاز من غدوه، يعني من نهار 1 جانفي، كيفاش كان يمثل خطر على الامن العام؟ انت عندك جواب؟ انا اعطيتك سامير. لا الجواب كان على لسان السيد وزير الداخليه يقول بانه فما معطيات متعلقه بالملف قد تسربت، وكي تتسرب معطيات من الملف شنو اللي يضمن لي انه فتح البلدي ما يهربش؟ شنو اللي يضمن لي انه نور الدين البحيري ما يهربش كما صار مع برشا اخرين هرب؟ خليني نجاوبك. عمليه تسرب وفات، عمليه تسرب منين؟ قلت لك من القضاء ولا من هو وزير الداخليه هو اللي يقدر مش انا عاده. يلا رياض خليه يكمل يجاوبك. هو كيف يبدا واحد يقدر وحده ونعطيه السلطه التقديريه المطلقه وحتى واحد ما يعرف كيفاش ولا علاش ولا وقتاش؟ هذا يسمى الاعتباط والعبث. ما ثماش في بلاد فيها سلطه نتاع قانون والمرجعيه هي مرجعيه للقضاء، يجي وزير الداخليه يقول راني نحط شخص تحت الاقامه الجبريه بدون تبرير وبدون تعليل، ثم اختار على الامن العام قلنا كيفاش؟ حاليا اللي تحطوا تحت الاقامه الجبريه المجموعه اللي فيها العميد شوقي الطبيب وانور معروف، حتى واحد ما يعرف كيفاش كانوا يمثلوا خطر الامن العام وكيفاش ما عادش يمثلوا خطر الامن العام، كيف بالنسبه للاستاذ البحيري؟ جوازات وشهادات جنسيه عليها ولو كانت تحطش تحت الاقامه الجبريه باش يبقى ثم خطر في الجانب هذاك بالجوازات والجنسيه، وتقول لي تسرب، لا هو الاخر يخدم في الداخليه الاخر ما
ما خرجش من الداخليه، والبحيري مازال وزير عادل، شنو تاثيره في التسرب؟ علاش التسرب باش يكون منذ 10 سنوات التسرب باش يكون لهو ولا حركه النهضه عندها ناسها في الاداره وفي الامن وفي القضاء عندها ناسها. شنو يا سي سمير معناتها من الصعب جدا انه يتسرب معطيات في علاقه بملف سواء هذا كلام يا اخي ما نعرفوش الامن المواسي وقضاء البحيري هذا راه التوانسه الكل يحكيوها. طيب تحكي لي تقول مين تسرب يتسرب عادي عندها ناسها يتسرب لهو ولا منه؟ يعني الاختار منه ولا عليه؟ معناك يبقى قاعد في داره باش تجي الخطر منه وعليه. خليني هذاك علاش وجه احتراز. خليني نكمل لك سؤال. وقت اللي هو لو بقى في داره ما هزوش حطوه في مركز تكوين المهني الفلاحي في الرمال في منزل جميل في وسط غابه الرمال باش تجي المعلومات لداره من التسرب اللي تحكي عليهم انت يعني ضمن الناس المندسين، والا هو باش يمشي لوزاره العدل يهز ملف ولا باش يطبع جنسيات؟ ما ينجمش يهرب مثلا. ما ينجمش يهرب مثلا. وتوا ينجم يهرب ولا ما ينجمش؟ شنو اللي تبدل؟ تو لا اعتقد انه ينجم يهرب. شنو اللي تبدل؟ وقبل تعتقد انه ينجم يهرب، شنو اللي تبدل في النهارات هذوما؟ هذه اجراءات امنيه عاد سي شوف توريني كيفاش؟ هاو التناقض في كلامك، هاو التناقض في كلامك. التناقض في كلامك انت يا سيدي. التناقض في كلامك انت هاو باش تفهم شنو اللي تبدل؟ لو انت تحكي على السلطه التقديريه الاعتباطيه شنو اللي تبدل من 31 ديسمبر في خصوص امكانيه الهرب والا التسرب؟ شنو اللي تبدل من 31 ديسمبر 2021 الى اليوم؟ شنو تبدل؟ وانت شنو اللي تغير في موقفك يا سي سمير؟ موقفي لانه كيف تحكي على السلطه التقديريه الاعتباطيه، تحدثت على الاقامه الجبريه بالنسبه لنور الدين البحيري وفتح البلدي، والاقامات الجبريه اللي صارت بعد 25 جويليا، لكن ما حكيتش على الاقامات الجبريه اللي صارت في 2017 وانتم كنتوا جزء من الحكم وسالتموها تلك الاقامات الجبريه اكثر من ذلك. سيريال انت شكون معك في الاستوديو؟ خليني نكمل عادي. لا ما خاطر توجه لي الامر 78 يا سي سمير، قانون من قوانين الدولة ونافذ ولي وزير الداخلية ووزارة الداخلية السلطة التقديرية في أنه تطبقوا على من ترتئيه وخطر على الإنقلاب. المشكلة ها وين؟ حتى هذا الأمر اللي تعتبروه غير دستوري سي سمير ما أنتم كنتم يلا يجاوب علاش ما غيرتوش مع حوالي يجاوب وفي فترة التوافق ريال مازال دقيقة الجملة تقول لي سكت ووافقت ونقول لك أنا مستدعي اليوم في البلاتو أنا لم أسكت ولم أوافق وفي بعد 2017 مش في النهضة أنت في النهضة ولكن عندي كلمتي وعندي تصويتي في البرلمان توا شوف إذا أنت مستدعي النهضة في البرلمان مستدعي النهضة تو في البلاتو في ماذا تختلف عن حركة النهضة سمير أنت بمواقف حتى بعد ما استقلت أنت مواقفك أنت تقريبا أنت رأس حربة في معركة حركة النهضة ما أنت تبتسم توا ما قلت أنت في بلاتو ولا مانيش حاضر فيه تحب نجاوبك توا أنت تعتبر أنه دفاعي على شخص اسمه الكيلاني وإلا اسمه البحيري يا سيدي ناخذ البحيري نائب رئيس حركة النهضة بالنسبة ليك هذا دليل اني انا موقفي مع حركه النهضه غدوه كيف انت تتعارض مثلا تو تخليني نجاوب ولا قطعني انت غدوه سيد رياض جراد وانت المعروف راس حربه في الدفاع على قيس سعيد كيف قدوه يقع اختطافك وضعك في الرمال تم اختطافي قبل 25 جويليا بتحريض من قبل حركه النهضه وبتنفيذ من هشام المشيشي وادواته وما شفناكمش تكلمت يا سمير تكلمت انت عليا قدمت قضيه جيتني انت بالك وقت اللي انا موقف لله جيتني انت قدمت قضيه يا سي سمير لا مش كل انسان انت توا شفت كيف خليش نكمل لك لمن يشتكي القمح والقاضي دجاجه وقت انا تشكي بالنهضه وقته بالمشيشي تحب نكمل لك ولا ما تحبش تحب تسمع انتهى الوقت تقريبا كل انسان يقع ايقافه ويعدي ليله يمشي ولكن مشيت لك راني لقيتك سايبوك نحن نحكيو على شخص تم اختطافه من قدام دار وقعد 67 اذا باش نكيفوها بالمنطقه هذه غدوه كيف يقع اختطافك باقامه جبريه وتحط في مكان مجهول اعتبرني ندافع عليك متطلع مانيش مجرم مانيش فاسد لا حتى اللي خسروا ما راهمش مجرمين لا لا مجرم مانيش فاسد اسحب الكلمه هذه لا 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 ما تزلقش كلمه تعدى ما تزلقش كلمه تعدى تقول لي مانيش مجرم مانيش فاسد اللي خطفوه لا هم مجرمين ولا هم فاسدين لا اللي خطفوه ولا اليوم وقف قدر لا ولا اليوم وقف انا على كل حال ما انتهى الوقت يا رياض انا واثق من نفسي اني مانيش مجرم مانيش فاسد لا لا حتى الاخرين واثقين من نفسي يلا باختصار رياض كيف يحكي على ايقاف السيد عبد الرزاق الكيلاني وكانه بيسي سمير ديلو معناتها دس السم في العسل وقت اللي يقول انا والله لو كان جيت كمواطن عادي نقول انه الايقاف نتاعو من قبل قاضي التحقيق العسكري فيه مؤامره على المنظومه الجديده او النظام الجديد وعلى معناتها اللي صاير اليوم في البلاد اليس في هذا محاوله لبث الفتنه ما بين الرئيس قيس سعيد والقضاء العسكري سي سمير ديلو قدم شكايه أنا قدم شكايه اي قد نحكي معك في السياسه لا 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 قدم شكايه في بث الفتنه انت تعتبر توا ولات الكلمه ليس في ذلك انا قلت لك توا ولا التساؤل توا ما عادش الحديث مع امنين ولا حديث مع سمير شبيك متشنج راهو انا من حقي نسال توا شفت كيفاش كنا مع سي عدنان شبيك كذا توا شبيك متشنج متشنج يا سي سمير توا انت جاي باش تقيم يا سي سمير اكتب لي السؤال بالله خليني نسالك تكتب لي السؤال
تو سألتك سؤال تحبش انت تكتب لي جواب؟ يلا يلا تو هذه طريقة نتاع لو انت تحبها وكذا يلا سؤال خليني نجاوب يلا انتهى الوقت تفضل شنو اللي تعتبره فتنة؟ وقت اللي يقول اللي يعمل في عمل كما هذا ويحط عميد محامين في الحبس قاعد يسيء لمن يظن انه يدافع عنه علاش ما نقولوش طبق القانون؟ تو شفت كيفاش تو ما تخلينيش نكمل كيف نقول انه اللي يحط عميد محامين في الحبس ويخطف نايب ومحامي ونائب رئيس حزب سياسي يحطه في غابة هذا قاعد يسيء لمن يظن أنه يدافع عنهم هذا تعتبره فتنة هذا على قدر شكاية